السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد متعلق بما يمكن تسميته فضيحة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك. بحبش أستخدم الكلمات الكبيرة إن أنا أقول مثلا فضيحة أو، لكن هي فضيحة والله العظيم فضيحة. أول حاجة عايز أقول إن أنا عملت الفيديو ونزلته، وبعد حاجة بسيطة جدا نزل الخبر اللي انا حتى ما لحقتش اقراه، يعني انا عملت الفيديو دخلت نمت، صحيت الصبح لقيتهم بيقولوا لا ده المباراة اتأجلت. فمش عارف يعني واضح ان في قطاع كبير جدا من الشارع المصري وقطاع اكبر من اندية كرة القدم اللي بتلعب في الدوري المصري ببلدي كده اتغفلوا. ماشي، يعني عايزين اول نتكلم براحة، خصوصا ان في حاجات كتيرة ظهرت النهاردة الصبح، زي مثلا بعض الصحفيين اللي واحد بيثق فيهم مثلا اللي هو يعني منضم معاهم على الفيسبوك او بيتابعهم على الفيسبوك بدون ذكر اسماء، صحفيين بينتموا للنادي الاهلي بيقولوا ان القرار امني بحت، وان فعلا اتحاد الكورة ملوش ذنبه، ان المسألة مش رايحة في اتجاه الزمالك او في اتجاه مرتضى منصور عشان نبقى واضحين في الصورة، وان مرتضى منصور ملوش يد في التأجيل، ورغم ان التأجيل بالتأكيد كان مطلب من مطالب مرتضى منصور، ومش عايز اقول انه مطلب من مطالب نادي الزمالك ابدا، وانا مش بفصل بين الزمالك ومرتضى منصور، انا مش من ضمن الناس اللي بيفصلوا بين الزمالك ومرتضى منصور بالمناسبة، ولكن انا اعتقد ان بشكل عام اذا كان في اتفاق على اداء مباراة فايا كان مستوى الفريق او الفرقتين اللي هيلعبوا المباراة هما مالهمش يد في التأجيل بصفة أساسية. ولكن أنا بمنتهى الأمانة أنا ما كنتش متوقع التأجيل هيحصل، وده لسبب واحد ملوش تاني، لأن يعني مباراة السوبر اتعملت في ظروف كانت أمنيا محفوفة بالمخاطر، طبعا كلنا عارفين إن كان في دعوة للتظاهر في الشارع يوم مباراة السوبر، ورغم ذلك المباراة اتلعبت بجمهور والدنيا مشيت زي الفل مفيش اي حاجة. فا ايه اللي يخلي مباراة يعني هتتلعب عند الناس استعداد انها تلعبها بدون جمهور، عند الناس استعداد انها تلعبها في برج العرب، وانت امنيا تقول والله مش هينفع مباراة تتلعب؟ ماشي، الامن ليه اسبابه، ولكن احنا برضو لينا اسبابنا في ان احنا نعتبر ما جرى فضيحة. اولا لما تبقى يعني فلسطين بتلعب على أرضها مع السعودية، والسعودية رايحة تلعب فلسطين على أرضها وهي دولة محتلة وبجمهور، وأنت مش عارف تأمن أو أنت عندك مشكلة في التأمين في مصر بصفة عامة، يعني دي فضيحة. أما يبقى الدوري العراقي بتلعب بجمهور مشكلة، لما يبقى الاهلي والزمالك مثلا على الترانسفير ماركت مجموع الاسعار بتاع اللاعبين متجاوز 51 مليون يورو، يعني ممكن نكون داخلين في 950 مليار مليون مصري، يعني انت قريب من المليار، يعني انت بتتكلم عن دوري ممكن يكون تمن لعيبته ممكن يبقى مثلا بيلعب مثلا ما بين 2 مليار 2 مليار ونص، وجايب مدربين شوف دافع لهم كام، يعني انت بتتكلم في اقتصاد مش صغير، اقتصاد بيشتغل في يعني بحسابات اللعيبه بحسابات المدربين بحسابات الاعلام والاعلانات، وممكن نكون بنتكلم في 5 6 مليار جنيه بالنسبه لمصر، رقم 5 6 مليار يعملوا مشاريع كبيره. طيب اما انت بتتكلم دلوقتي في ان مثلا انت عايز تقول لي والله ماتش الاهلي والزمالك اجله، طب فايلر قعد اسبوعين ما سافرش سويسرا في اجازته، وماتشوف ماتش اف سي مصر مع مساعده مرتضى منصور ريحوا لعيبه في مباراه اف سي مصر علشان يلعبوا مباراه الاهلي والزمالك. طب انا كده الزمالك خسر النقطتين ما لهمش لازمه، ما كان ممكن يكسب لو يلعب محمود علاء ويلعب فرجاني ساسي وما خافش من الانذار التالت. انت حسبتها ازاي؟ طيب بعدين يرجع اتحاد الكورة علشان يعني ما تحصلش عنده لخبطة
يستدعي مقاولين انه يلاعب الزمالك، وده هبد يعني من لجنة المسابقات طبعا. يعني ما ينفعش يعني انك انت فرقة نايمة على اساس ان هي هتلعب اسوان، المدرب بيجهزها بشكل معين، تقوم من النوم زي ما انا عملت. انا اكيد لعيب الكورة بينام الساعة 10 المفروض، يعني بينام الساعة 10 زي ما انا مثلا بنام، او بنام بعدها بشوية مثلا. فبتيجي انت تصحيه من النوم تقول له قوم بقى عشان احنا هنلغي كل التمارين اللي احنا بنعملها وكل الاعداد التكتيكي اللي احنا بنعمله علشان هنلعب الزمالك. طب ده اعداد مختلف وتكتيك مختلف وتفكير مختلف وخطة مختلفة. انت المفروض داخل تلعب اسوان، مع احترامي لفريق اسوان، داخل تكسب اسوان، الزمالك انت داخل تتعادل معاه، فانت هتأمن. يعني هذا لا يمكن انك تلاقيه في اي دولة اخرى. ومحدش يقول لي تأجيل الكلاسيكو المحتمل، الكلاسيكو هيتأجل لأسباب فعلا يعني تستدعي التأجيل. انت بتتكلم عن انفصاليين تم الحكم عليهم قضائيا في اسبانيا جوه كاتالونيا، والمباراة بتلعب في كاتالونيا، واحنا عارفين ان كاتالونيا نفسها تنفصل من اسبانيا، فموال كبير. انت بتتكلم عن عملية انفصال دولة، دولة عايزة تنفصل عن دولة، ده موضوع تاني. لكن انت لما تيجي تقول لي والله ده انا هعمل فرماتيشن للاسبوع الرابع وبعد كده هبتدي افكر ازاي اجيب النادي ده يلعب النادي ده والنادي دي، سويقة، دي سويقة يعني مش عارف. وبعدين عند الزمالك ماتش مع جنرالسيون فوت، وعنده مشكلة ليها علاقة بالأمن والمباراة تلاقي فين، ولحد النهارده الزمالك على حد علمي ما بعتش لنادي جنرالسيون هيلعب فين، والمباراة يوم 24، احنا النهارده 17. ففعلا المسألة كلها يعني صعبة صعبة. وبعدين واحد تاني يقول لك لا، يقول لك هو المفروض الاهلي ما يلعبش الماتش الجاي مع الجونه، يعني حقه انه يجيب فرقه، يعني دي بعض الاقتراحات، حقه ان هو يجيب فرقه من الفرق اللي هي كانت المفروض يلعبها في القاهره، ونفترض مثلا وادي دجله، وبعدين يلعب الجونه. ده تفكير تاني خالص. والأسوأ من وجهة نظري ان مثلا الكابتن خالد غندور يطلع يقول ايه، يطلع يقول طب انتوا ليه النهارده زعلانين من التأجيلات، اشمعنى اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت؟ ما اسمه خالد يعني اكتر كلمه بيقولها يعني اشمعنى، اشمعنى اللي كان بيحصل الموسم اللي فات؟ طب انت كده عاجبك اللي كان بيحصل الموسم اللي فات ولا مش عاجبك اللي بيحصل الموسم ده؟ ما يعني احنا تعبنا والله، تعبنا من الاعلام اللي بيقدمه خالد غندور ده، اعلام ساقط والله العظيم، اعلام ساقط. انت النهارده بتبرر كده لعامر حسين ولا بتبرر لعامر الجنايني؟ يعني عامر الجنايني، يعني هل عامر الجنايني هو اللي صح ولا عامر حسين هو اللي صح؟ صعب صعب. يعني حاجة تانية، حاجة تانية، في ظل كل ما يحدث من مرتضى منصور، في ظل كل التعديات بتاعت مرتضى منصور، بيجيب هاني زيادة من بره ويصالحه على الدولة، وبعدين المباراة تؤجل، فيبدو وكأن الأمر نابع من مرتضى منصور. طب ما ده مش من مصلحة الدولة إن يبقى في إيحاء إن في واحد بيتحكم في مفاصلها. أنا يا سيدي مقتنع إن القرار أمني خلاص، مش هقول لك حاجة، بس ده سياسيا مش صحيح. أنت كده بتدي إيحاء للناس إن مرتضى منصور هو اللي بيحكم. وانا هنا بنقل يعني نبض الناس اللي انا اعرفها على الفيس مثلا، اللي انا اعرفها في حياتي، اللي انا اعرفها في مجتمعي، مرتضى منصور يحكم ومرتضى منصور يسير الدولة، وكلام انا يعني انا شخصيا يعني ممكن يضايقني، مش يضايقني كاهلاوي، لا، ما ينفعش ان في واحد ايا كانت قيمته او وظيفته او علاقاته ان هو يسير الدولة زي ما هو عايز، ده غلط غلط. حاجة أخيرة، في أهلاوية كتير يعني بأمانة بيعانوا منها، إن بعض المشجعين من نادي الزمالك بيقدموا أطروحات
يعني غريبة. يعني هو يقدم لك طرح بعنوان هذا الطرح يعني لا يليق انك انت تحطه تحت عنوان اخر. مقارنة ما حدث في مباراة الاهلي وبيراميدز اللي هي كانت في شهر فبراير اللي فات مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه. مباراة الاهلي وبيراميدز السنة اللي فاتت في فبراير كانت، والموسم اللي فات في فبراير كانت مباراة دوري، لأن رئيس نادي بيراميدز أو مالك نادي بيراميدز قال أنا ما لعبش ماتشين الدوري وأنا لسه يعني ما لعبتش الزمالك الماتشين، أو ما لعبتش أو الزمالك ما لعبش الأهلي الماتشين والمفروض إن هو يلعب قبل مني، والكلام اللي إحنا عارفينه ده. يعني اتقدم ازاي؟ اتقدم بالطريقة دي انك انت مش عايز تلعب ماتش الاهلي وبيراميدز قبل ما الاهلي يلعب الزمالك، فراح اتحاد الكورة خلاص بدل ما مباراة دوري تبقى مباراة كاس. اي حد عاقل، اي حد طبيعي هيرفض، لاني انا المفروض التزم بجدول، والمفروض اتحاد الكورة يلتزم بالجدول اللي هو بعته. فمش علشان رغبة فلان او رغبة علان تيجي تغير التايتل بتاع المباراة وتقول ايه، وتقول لا خلوها بدل ما مباراة دوري مباراة كاس. النقطة التانية، المفروض ان الاتحادات هي اللي تدافع عن انتظام مسابقتها. فاذا كنت انت كنادي اهلي بتدافع عن مبدأ عام ان الجدول يقدس ويحترم، ما ينفعش ان انت كاتحاد كورة تبقى انت بتلعب او بتتعامل في مستوى اقل. ده ليه خطورة كبيرة جدا على انتظام المسابقة. فمقارنة مباراة الاهلي وبيراميدز وتأجيل مباراة الاهلي وبيراميدز في فبراير يعني مختلف تماما عن الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها. الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها حاجة اخرى، حاجة يعني مختلفة تماما تماما، وما ينفعش انك انت تسوقها يعني في معرض مقارنة ما بين الحالتين علشان تقول والله اللي كان بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا. يعني حاولوا يا جماعة تحترموا عقول الناس عشان الناس تحترمكم شوية. ألف شكر لحضراتكم، وإن شاء الله يعني نلتقي في فيديو قادم، والسلام عليكم.